كويس؟ لا الحمد لله بس كويس. بعد اجلك وسهلا. اي تفضل. في حد حيقرأ؟ ممكن. ولا انا اللي اقرأ؟ على حسب التحديث ولا اخبار. تريدون الاسف؟ تقرأ انت وانا اعلق. هتحتاج ميكروفون عندك؟ يحتاج عنده مايك؟ عندك مايك؟ طب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى. أما بعد، في هذه السنة الهجرية الجديدة، كان من حسن الطالع أن يجمع لنا ابننا خير النظام الأحاديث الواردة المتعلقة بالهجرة النبوية الشريفة من الكتب التسعة، فجزاه الله عنا خير. إن شاء الله نقرأها مع التعليق. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإسنادكم المتصل إلى مشايخكم جزاكم الله عنا خير الجزاء، إلى سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري الجوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيحه، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث العظيم الذي يدور عليه مدار الإسلام، وقال عنه كثير من العلماء أنه ثلث الإسلام، وبعضهم جعله ربع الإسلام، وقال الإمام الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من العلم، حديث الأعمال بالنية وكذلك مروي بالنيات. والنية هو القصد والعزم المطابق للفعل، والقصد والعزم محله القلب، والفعل محله الجوارح، فلا بد أن تكون حركة الجوارح مطابقة لما في القلب. يبقى لابد أن الإنسان قبل أن يحرك جوارحه أن يحضر قلبه وقصده لما يتحرك. الله سبحانه وتعالى يقول: وله ما سكن في الليل والنهار، يعني وما تحرك أيضا، سكن وتحرك، لأن هذا من باب الاكتفاء، زي ما يقول: سرابيل تقيكم الحر. طب والبرد؟ يعني والبرد، الحر والبرد، يسميه العلماء من باب الاكتفاء. ممكن نقفل التليفونات ونخليها في وضع الطائرة علشان نبطل الحكاية دي، إما نطفي التليفون ونخليه في وضع الطائرة علشان ما يعملش الزن ده. يبقى في حاجة في لغة العرب يسموها الاكتفاء، يعني يذكر واحد وهو يقصد الاثنين، مش معناه بيهمل التاني، لا، للعلم به، اكتفاء بالعلم به. زي ايه؟ النبي ما يقول صلى الله عليه وسلم مثلا: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، مش لا اله الا الله بس، ف
فهمت؟ هو ذكر لا إله إلا الله عنوان الشهادتين، ولا يقصد الاكتفاء به للعلم بالمحسوف، زي برضه في الآية وله ما سكن في الليل والنهار. طب وما تحرك أيضا ما هو له، يبقى جاء بالسكون وذكر وأراد السكون والحركة. فكذلك النية سكون والجوارح حركة، النية سكون في القلب والجوارح حركة، فلا بد أن تكون الحركة مطابقة لما سكن في القلب. هذه الخلاصة. فما في قلبك يوجه الجوارح، وعلشان كده لابد أن يكون الفكر يسبق العمل، الفكر يسبق العمل، لأن لو عملت قبل الفكر قد تندم ويكون في نوع تسرع. فالإنسان لابد أن يتدبر ثم يعمل، هذه معنى الأعمال بالنية. فالأعمال ده شغل الجوارح، الأعمال فيها الحركة. طب والنية ما سكن في القلب، فناخد بالنا من إيه؟ من المعنى ده، قل من نبه عليه. يبقى لابد أن قلبك يكون ساكنا لله وجوارحك متحركة متحركة على وفق مراد الله، إن كنت تريد أن تكون مهاجرا حقا لله. يعني أنتم مثلا تركتم بلادكم وتغربتم وعشتم في حياة الغربة في بلاد لا تتكلم لغتكم، لماذا؟ من جاء من أجل الشهادة والدنيا له ذلك، ومن جاء من أجل الله ورسوله له ذلك. وكل واحد لابد أن يفتش، يفتش عما في قلبه علشان يصحح نيته. حتى أن الإمام البخاري في أول صحيح لما حب يصنف الصحيح بدأ بهذا الحديث، كأنه بيذكر نفسه نيتك إيه في كتابة هذا الكتاب، كأنه بيستحضر النية أن يكون مصنفه هذا لله ورسوله، لا لدنيا ولا لشهرة ولا علشان نقول صحيح البخاري ورضي الله عنه ولا عشان ده كله، لا، علشان فقط إرضاء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وقياما بحقهما. فلا بد أن الإنسان يستحضر نيته قبل الحركة، فاستحضار النية سكون وفعل الجوارح حركة. والله يقول له ما سكن في الليل والنهار، أي ما سكن من النوايا وما تحرك من الجوارح كله لله. فمن كانت هجرته إلى الله فالهجرة حركة، الهجرة حركة وسعي في الدنيا وسفر من بلد إلى بلد وانتقال من مكان إلى مكان. فإذا كان انتقالك لدنيا لك الدنيا، لامرأة لك المرأة، لمنصب لك المنصب، لمال يأتيك المال، لله ورسوله هذا هو أرقى شيء وأعلى شيء. فهمت؟ علشان كده الواحد لابد أنه هو يحدد نواياه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم فكان هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، شوف كرر الاثنين، مرة يقول الله ورسوله هنا ويقول الله ورسوله هنا، لتلززا بذكرهما لعلو قدرهما. ولما قال بقى في الدنيا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ما ذكرهمش تاني، قال فهجرته لما هجر إليه استخفافا بهم واحتقارا لشأنهما. فحتى نفس البيان ونفس ترتيب اللفظ النبوي الشريف فيه بيان لعلو قدر الله ورسوله ودنو قدر ما سواهما. فلابد أن الإنسان يعلي قدره بأن ينتسب لهذا القدر العالي، ويجعل قلبه ساكنا لله ورسوله وجوارحه متحركة لله ورسوله، فيسلم في الدرج. وبالتالي على هذا المعنى فالهجرة هنا ليست هي الهجرة التي الخاصة في زمن معين، بل حركة الإنسان في دنيا طول عمره هي هجرة إلى الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول وأن إلى ربك المنتهى، يعني في نهاية مطافك وسفرك في دنياك تلقى الله، آخر محطة تنزل فيها عند الموت هو لقاء الله عز وجل.
كويس، وما قبل ذلك استراحات قصيرة وتفارق، ترانزيت يسموها دلوقتي ايه ترانزيت. فانت زي ما انت جت القاهرة هتقعد ترانزيت، تركب الطيارة تنزل ترانزيت في دبي، وبعد شوية تنزل ترانزيت مش عارف فين، وبعدين بالاخر ايه تفتكر ان النهاية انك تروح بلدك. لا ابدا، ده انت لسه في ترانزيت. طول ما انت عايش في الدنيا انت في انتقال من حال الى حال، والنهاية فين؟ وأن إلى ربك المنتهى. فلا بد أن يكون هدفك هو نهاية المطاف، وليس هدفك هو الاستراحات القصيرة التي سوف تفارقها. فمش معقول واحد ينزل في ترانزيت يبني بيت ويبني عمارة ويستقر بقى وبتاع، ده انت قاعد مؤقت فيش وقت، فهمت؟ وكأن لك مهمة أهم من تحصيل الدنيا وأهم من أي شيء آخر، فلا تضيع وقتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يعني كل الناس يغدو يعني إيه؟ يعني يجي الدنيا ويفارقها، أدي معنى يغدو، يعني معدي ومفارق، معدي ومفارق، معدي ومفارق. كل الناس كده، أين أجدادكم وأين أجدادنا وأين أجداد أجدادنا وأباء أبائنا وأباء أباء أباء أجدادنا إلى الصحابة إلى ما قبل الصحابة من لدن سيدنا، كل يموت، كل جاء الدنيا فترة مهما طلع عمره إلا أنه يغدو. والناس على قسمين، إما بيبيع نفسه للشهوات فيوبق نفسه يعني يهلكها، أو بيبيع نفسه ووقته وجهده وحركته وسكونه لله ورسوله فنعم البيع، فيبقى أعتق نفسه ورقبته. فلا بد ان يبقى حركتك وسكونك لله. ده خلاصه هذا الحديث في كل امر. يلا تفضل يا سيدي. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت لم اعقل ابوي قط الا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. نعم. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر رضي الله تعالى عنه بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، وأفرغ ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره،
فقد جاوز ذلك فامتنى مسجدا ببناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهى فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مكرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأتى ابن الداغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدته لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي كانت الذمة دي عاملة زي الكفالة الوقت يقول لك في كفالة فلان يعني في حمايته فبيقول له يا إما تنفذ الشرط ولا تثرهم على وتغضبهم أو إنك أنت ترجع لي كفالتي وذمتي حتى لا يتعدى الناس عليك وكأنهم اعتدوا علي. هذه معنى إيه تغفر ذمتي. تفضل يا سيدي. فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أغفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. ده بنكتفي كده ونعلق على الجزء ده لأنه ده حديث طويل. سيدتنا عائشة بتقول لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين لأنها ولدت سنة 5 من الدعوة. يعني اتولدت وكان النبي عنده 45 عام. يعني ظل النبي يدعو الناس وكان سيدنا أبو بكر أول من دخل في الإسلام من الإيه؟ من الشيوخ والكبار. يبقى اتولدت في بيت مسلمين. علشان كده بتقول إيه لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني كان أبوها مسلم بقاله 5 سنين قبل ما تولد. كويس؟ ولم يمر عليها يوم إلا وتشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يجي لسيدنا أبي بكر يزوره في الصباح أو في إيه؟ أو في المساء. لما ضيق على المسلمين في أول الفترة المكية في أول خالص ضيقوا على سيدنا أبي بكر في دينه وأرادوا أن يفتنوه عن دينه فأراد أن يهاجر إلى الحبشة. مع من هاجر إلى الحبشة؟ سيدنا أبي بكر كان تاجرا وكان محبوبا، الناس كلها تحبه لأنه كان فيه صفات جميلة. فلما قابله ابن الدغنة وكان من وجهاء قومه وكان على الكفر قال مثلك لا يهاجر. ليه؟ وذكر في نفس الصفات اللي ذكرتها ستنا خديجة في النبي. خدت بالك اللي هي ستنا خديجة مش قالت على النبي والله لا يخزيك الله أبدا إنك إيه تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نواب الحق، مش قالت كده ستنا خديجة على النبي؟ شوف الصفات اللي في النبي دي كانت موجودة على سيدنا أبي بكر، بس طبعا في النبي بما يليق بمرتبته وفي سيدنا أبي بكر بما يليق بمرتبة الصديق. لا شك أن في النبي تكون أكمل، لكن ده يدلك على أن الطيور وعلى أشكالها تقع. فهمت إزاي؟ لما كان سيدنا أبو بكر على هذا الكمال من الأخلاق دله الله على أكمل الخلق. فكل من كان في سجيته كمال في الخلق يكون أرجى في الإسلام من غيره. ليه؟ لأن الناس تقع على من يناسبها. تجد أهل الشر يقع على أهل الشر ويتصدقوا مع بعضهم البعض، وأهل الخير يقع على أهل الخير ويتصدقوا معهم. وعلشان كده الناس في نوع من التجانس، تجانس أهل الخير مع بعضهم وتجانس أهل الشر مع بعضهم. فهنا يدلك على أن سيدنا أبي بكر بسبب هذه الأخلاق الطيبة كانت ببركتها أحبه الكفار كما أحبه المسلم بسبب هذا. وكان النبي على هذا الحال أيضا، كان كل الناس تحبه، حتى اللي كانوا مخالفينه كانوا بيحبوا بره، وكانوا يقروا أنه من حيث الخلق والكمال فهو أكملهم وهو أصدقهم.
وهو أأمنهم. كل ده كان موجود ومعروف، لكن كان الخلاف من أجل مناصب الدنيا والعزة على الدنيا والكلام الفارغ اللي خلى الناس تنقسم إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. من هانت عليه الدنيا واشترى دينه بقى فريق في الجنة، ومن هان عليه الدين واشترى الدنيا بقى فريقه في النار. علشان كده جاء ابن الدغنة لكمال أخلاق سيدنا أبي بكر قال له لا، أنت مثلك ما يهجرش، احنا أنا هحميك، ادخل في حمايتي. وكان عندهم نظام الكفالة زي ما هو موجود دلوقتي، لحد دلوقتي في بقايا موجود في البلاد العربية الآن. لازم لما تروح مثلا أي بلد يبقى في كفالة جهة هيئة معينة، أو في كفالة فرد مشهور من موجودة، نفس الكفالة اللي هي الذمة، نفس المعنى، هو كان موجود، بس دلوقتي ليها إجراءات كتابية وأختام، وكان زمان تكفي فيها القول، فاهم؟ لكن هي نفس الأسلوب، هو موجود. فدخل سيدنا أبي بكر ورجع إلى مكة في إيه؟ في ذمة ابن الدغنة. سيدنا أبي بكر حب يصلي، ما بقاش يصلي في الحرم علشان ما يسرش الكفار، فعمل في بيته مصلي، فبقى يصلي بالناس في بيته. كان سيدنا أبو بكر لما يجي يصلي يغلبه البكاء، وتملي الناس تولع بالذي يبكي عندما يتكلم، دليل الصدق، يعني البكاء مع الكلام دليل الصدق. فكانوا حتى المشركين يتفرجوا عليه وهو بيصلي ويسمعوا ايه الجدع اللي بيقرا ده ويبكي، ده حاجه غريبه. فبكاؤه ده وصلاته خوفت قريش لا يكون ده سبب في ان الناس تميل له وتترك دين ابائها وتدخل في الاسلام. راحوا لايه؟ لابن الدغنه، قالوا له هيفتنوا ويشتكوه، الجدع اللي انت خليته يقعد عندنا لسه ما زال بيعمل لنا مشاكل. فابن الدغنه راح لسيدنا ابو بكر قال له ايه؟ يترد لي ذمتي حتى لا تهتز صورتي امام الناس، يا اما تترك الصلاه ما تصليش. يعني بيخيره بين دينه وبين ايه؟ وبين انه يبقى مع في الارض اللي نشا فيه اللي هي دنياه، بين دينه ودنياه. فاختار دينه سيدنا ابو بكر، قال له لا ارد لك ذمتك. وظل سيدنا ابو بكر ايه؟ وكان في الوقت ده سيدنا رسول الله شاف في الرؤيا دار الهجره، ان في الدار اللي هيهاجر فيها شافها في الرؤيا ان هي دار يعني ارض فيها نخل كثير بين جبلين، ما كانش لسه حددها 100%، لكن لسه ظهرت له. وفي ناس هجرت في الحبشه وفي ناس هجرت قبل المدينه، الناس اللي هجروا من الحبشه، وفي ناس طلعوا من الحبشه على المدينه على طول من اللي هجروا. كل ده قبل ايه؟ قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر، لان ربنا قال للنبي ايه؟ ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، يعني لا تهاجر بغير اذن مني مباشر كما فعل يونس وهاجر باجتهاد من نفسه. فهم؟ سيدنا يونس عمل ايه؟ اجتهد وهاجر باجتهاد من نفسه، لما وجد علامات العذاب هتنزل على قومي وكذبوه، فقال افارق هذه القريه قبل ان ينزل العذاب وانا فيه. اجتهاد قد يكون مصيب، لكن كان الاولى لانه نبي يوحى اليه انه كان ينتظر اذن من الله مباشر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. ففهم كده النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يهاجرش الا باذن مباشر، مع ان النبي هاجر الصحابه باذن من النبي، والنبي نفسه فضل يجهز مستني الامر المباشر من الله. سيدنا ابي بكر فضل قاعد مستني عشان يكون صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ يلا سيدي. وتجهز ابو بكر. قالت وتجهز ابو بكر قبل المدينه، فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على رسلك. على رسلك يعني على مهلك. يعني ايه؟ على مهلك، تمهل، لا داعي للعجله، ادي معنى على رسلك. يلا على رسلك، فاني ارجو ان يؤذن لي. فقال ابو بكر وهل ترجو ذلك بابي انت؟ قال نعم. فحبس ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليصحبه،
وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمن وهو الخبط 4 أشهر. الخبط يعني ايه؟ يجي كده الشجر السمر ده زي شجر كده موجود هناك في البيئة الجبلية الصحراوية، بيبقى فيه شوك وأوراق خضراء، ده اسمه السمر. يضربوه كده بالعصاية يقوم الورق ايه ينزل، يعني العصاية لما يعمل كده يعمل ايه اسمه بيخبط، يخبط فاللي ينزل يسموه الخبط. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الخبط هو الورق النازل من الشجرة عندما يخبطها بعصاه، يقوم يلم الورق ده ويطعمه لايه؟ للراحلتين عشان يغذيهم، تبقى قويه كده. يعني عرف ان ايه؟ ان النبي قال له ايه على مهلك يا ابو بكر؟ يعني انت هتمشي معايا، تهاجر معايا. فهمت؟ يلا يا سيدي. قال ابن شهاب قال عروه قالت عائشه رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيره، قال قائل لابي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. يعني ايه متقنع؟ اهو شوف يعني ايه متقنع، اوريها لك ازاي. انت عارف مكة حر جدا، فكان النبي يحط عليه حتة قماش كده ويلبس فوقها العمامة، يبقى ده معناه متقنع. فهمت بقى؟ ادي متقنع. فهمت يا سيدي؟ اللي بيحطها على رأسه دي اسمها القناع، حتى دي بقى اسمها ايه؟ القناع. يلا يا سيدي. يعني سيدنا رسول الله جال أبي بكر في وقت غريب مش متعود، ما فيش حد بيزور حد في وقت في عز الحر في مكة والدنيا حر شديد، جاله في وقت غريب. فهمت ازاي؟ يبدو ان هو بقى ايه، ربنا قال له هاجر في الوقت ده. فهمت؟ يلا يا سيدي. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. يعني عايز أقول له كلمة سر. فهمت؟ فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر موجود وزوجته قاعدة وابناء سيدنا ابو بكر قاعدين، فالرسول يقول له اخرج من عندك، يعني عايز اقول لك كلمه سر. فهمت؟ يلا يا سيدي. فقال ابو بكر: انما هم اهلك بابي انت يا رسول الله. قال: فان ده يدلك على ان النبي كان ياخذ بالاسباب وبكمال الحيطه، وان الاخذ بالاسباب مع كمال الحيطه لا يقدح في التوكل. فهمت؟ لا يقدح في التوكل. يلا يا سيدي. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. الصحابة يعني الصحبة، الصحابة بمعنى الصحبة. فهمت؟ يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بالثمن. يعني مش عايز يسافر على حساب سيدنا أبي بكر، سيدنا أبي بكر عايز يعزمه على تذكرة الطيارة. فهمت؟ اللي كان زمان الراحلة كان دي وسيلة السفر. فهمت بقى؟ فالرسول قال له: لا، بالثمن، أنا اشتري الراحلة حتى لا أحرم الأجر. فهمت؟ يلا يا سيدي. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز. أحث الجهاز يعني أسرع التجهيز، أحث الشيء يعني أسرع الشيء، يعني جهزه بسرعة. فهمت؟ يلا يا سيدي. وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. المدينة شمال مكة، فالمفروض كان النبي يتجه شمالا، لا، النبي عشان يعمي على قريش اتجه جنوبا. غار ثور ده جنوب، يعني عكس الاتجاه. فهمت بقى؟
لان كل اللي هاجروا قبل النبي هاجروا المدينه، وكل الكفار عارفين ان هم هيروحوا على المدينه، والمدينه في اتجاه الشمال، يقوم يغمي عليهم. هم يعرفوا ان النبي هاجر يجروا على الشمال، يكون النبي ماشي بالعكس. فهمت بقى؟ كل ده اخذ بالاسباب وحيطه، بالرغم ان ربنا ضمن للنبي النصره، الا ان النبي بيعلمنا حتى لو ضمن لك الله النصر لا تترك الاسباب، تعبد الله بالاسباب. فهمت؟ يلا يا شيخ. فكمن فيه ثلاث ليال. كمن فيه يعني مكث فيه ثلاث ليال. يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر وهو غلام شاب سقف لقن. يعني لقن يعني ايه؟ يعني فصيح، وثقف يعني مصحصح. فهمت ازاي؟ وشاب يعني ايه؟ يعني قوي، يروح ويجي عليهم ما يتعبش. كل لفظ مهم. فاهم؟ عشان بيروح يبات معاهم، يقول له قريش بتفكر في ايه طول النهار. فهمت بقى ازاي؟ ويجي يروح ماشي باول ما يطلع النهار كانه بايت في مكه، ما حدش دريان بيه، يدخلها مع الفجر. يبقى هو قال لهم الاخبار، ما كانش عندهم لسه موبايل ولا في تلفزيون يعرف الاخبار منه، ولا اتصال سلكي ولا لاسلكي، ما كانش فيه هذا. وكان ربنا ممكن يديله الاخبار للنبي وحيا، لكن النبي بيعلمنا ازاي نتبع مثل هذه الايه. طب ما كان ممكن يا اخي، ما هو ده في الاسراء والمعراج، ما خده في البراك كده في لحظه بقى، انا كان ممكن يعمل له كده برضه، يجيب له البراك ويديه على المن... لا، عايز يبين لنا معاناة النبي كيف عانى وكيف تعامل مع الاسباب كفرد معتاد من الناس، وكيف انه تحمل هذه المشقة من اجل هذه الدعوة ليرفع قدره وليكون اسوة لنا. لكن هو كان ممكن يحمله بالبراك على طول، لكن لا، ما هو ساعتها نيجي احنا لما نقابل بعض المصاعب نقول اصل النبي كان ربنا بيسهل له اموره، انما احنا بقى لا يا سيدي. أو النبي شاف هذه المشاق وجاع حتى ربط على بطنه الحجر، وسافر في الصحراء كما يسافر سائر الناس، وركب الجمل كما يركب الأعراب الجمال، وركب الحمار وركب الفرس، وجرح وشق وسال دمه، وكل حاجة شافها النبي صلى الله عليه وسلم، علشان يبقى لنا فيه أسوة، وعشان يرتفع درجته بالاجتهاد في سبيل مرضاة الله عز وجل. يلا يا سيدي. فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع يدلج يعني ايه؟ الدلجة هو ظلمة آخر الليل، عارف الظلمة اللي هي قبل الفجر؟ دي اسمها الدلجة. والظلمة اللي قبلها اسمها السحر. فهمت ازاي؟ يبقى عندنا احنا ايه؟ عندنا العشي. وبعدين عندنا العتمة، يعني الظلمة. وبعدين منتصف الليل او ثلث الليل، وبعدين منتصف الليل، وبعد منتصف الليل ندخل ايه؟ في السحر. قبل الفجر كده بنص ساعة يسموها الدلجة، اللي هي جزء من السحر، جزء من السحر يسموه الدلجة. وبعد كده الفجر يدلج. يبقى هو كان يدلج الى قريش بدري مكة، يعني قبل الفجر يدلج، انا عليه في مكة، الناس لسه نايمة، يصحوا لو موجود هناك. يبقى ما كانش في حتة. فهمت؟ يلا يا سيدي. فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم. عامر بن فهيرة ده راعي غنم، يطلع بالغنم بتاعه يمشي جنوبا في اتجاه ايه؟ في اتجاه غر ثور، كأنه بيرعى، وهو قاصد انه يوصل لهناك علشان ايه؟ الغنم يعدي عليهم يقوموا يحلبوه يشربوا لبن. وهو قدام الناس ايه؟ بيرعى. شفت الخطه؟ شفت كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ياخذ بالاسباب على اكمل وجه. يبقى بالنهار ضمن الطعام والشراب، وبالليل ضمن سماع الاخبار. ما اعتمدش انه يوحى اليه بقى وربنا هيبلغه. فهمت بقى المسألة؟ يلا يا سيدي. فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس،
الرسل اللي هو ايه؟ اللي هو اللبن، اللبن الحلب، يعني حلب اللبن. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. تمام. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن علي هاديا خريتا. خريتا يعني حريفا، وزنا ومعنى. خريت حريف، فهمت ازاي؟ حريف يعني ايه؟ يعني ماهر اشد المهاره في طرق السفر، فهمت ازاي؟ ادي معنى خريت. خريت يعني حريف. حريف احنا ما احنا المصريين مثلا ما يلاقي واحد لعيب كره كده يلعب لعبه صعبه يقول يا واد يا حريف، هي بمعنى خريت، فهمت؟ يلا يا سيدي. والخريت الماهر بالهدايه قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما. هو ابن أريقت، ابن أريقت كان دليل النبي بالرغم أنه كافر إلا أن النبي كان يقدم أهل الخبرة على أهل الإيمان، ودي نقطة مهمة. أنت لما تقود الناس رئيس جمهورية تقدم أهل الخبرة على أهل الثقة، فهمت إزاي؟ دي نتعلمها من النبي. الإخوان المسلمين في مصر لما قادوا مصر ليه ما قدروش يكملوا أكثر من سنة؟ علشان ما فهموش هذا المعنى، فبقوا يقدموا أهل الثقة ويبعدوا أهل الخبرة علشان مش منهم. صار عليهم الناس وانقلبت عليهم إيه؟ الدنيا، فهمت بقى إزاي؟ لأنهم أخطأوا، مع انهم بيقروا الاحاديث دي بس يبدو انهم قروها لوحدهم من غير ما يبقى عندهم شيخ يفهمه، لان قراءه السنه بغير شيخ تفوت عليك المعاني دي، تاخدش بالك منها. طب النبي صلى الله عليه وسلم يجيب واحد كافر يدله على الطريق والكفار هم اللي عايزين يقتلوه؟ حاجه غريبه يا اخي. هو هيدي له 100 ناقه؟ ده لو دلهم على النبي كان هياخد 100 ناقه. النبي يقول اللي هيدوله مثلا ايه؟ يعني مبلغ من المال 100 دينار مثلا ولا بتاع، يعني كلام يعني ما يجيبش 10 نوق، فهمت ازاي؟ لكن بالرغم من كده لانه ثقه وخريت يعني يعرف طرق السفر، وثقه يعني ايه؟ يعني لا يخلف وعده، طالما وعد النبي انه هيوصله يبقى مش هيفتن عليه، فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى رجل عدل. عدل العدالة هنا مش معنى الديانة بقى، العدالة هنا بمعنى عدم ايه؟ خلف الوعد، عدم الخيانة. يبقى ما يخونش وعنده خبرة، يبقى نقدم مين؟ الأمين الخبير على أهل العدالة والضبط والثقة. خدت بالك ازاي؟ يبقى انت لما ربنا يجعلك قائد من قواد المسلمين او امير على طائفه من المسلمين عليك انك انت تتاسى باسس السنه النبويه الشريفه. يعني انا في مصر عندنا مسيحيين وعندنا مسلمين، لكن مثلا في الاقتصاد عندنا واحد مسيحي خبير في الاقتصاد، اخليه هو وزير الاقتصاد، هو مسيحي ومش عيب، ما يعبنيش كده. مش معنى كده كمان ان انا تخليت عن ديني، لا ابدا ما تخليت، ده ديني بيقول لي ادي اهل الخبره، فهمت بقى ازاي؟ لما يبقى عندك طبيب مسيحي شاطر في المرض بتاعك والأطباء المسلمين أقل خبرة في هذا المرض، تروح تتعالج عند المسيحي اللي هو شاطر. شفت بقى سنة نبوية شريفة ناخد بالنا منها في أساليب حياتنا عموما. يبقى يقدم أهل الخبرة على أهل الثقة، فهمت ازاي؟ يلا يا سيدي. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن قرة. يبقى الدليل الكافر ده ما راحش مع النبي من أول مكة، ده استنى بعد الثلاث أيام بتاعت غار ثور وقابلهم بعد كده هناك وجابوا الراحلتين، واخد بالك؟ يعني كأن النبي راح لغار ثور على أقدامه،
والرواحل جات له بعد كده، وجات له مع الدليل ومشوا بطريق الساحل، طريق مش مطروق مش كل واحد يعرفه، طريق الساحل اللي يودي على المدينه ده. عشان كده احتاجوا بقى ايه؟ واحد خبير اللي هو عبد الله بن أريق. خدت بالك؟ يلا يا سيدي. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. نعم. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم رضي الله تعالى عنه يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره. دية الرجل كان يامها إيه؟ 100 ناقة. يبقى سيدنا رسول سيدنا أبو بكر فيها 200 ناقة. 200 ناقة دي تنقل إنسان من حضيض الفقر إلى قمة الغنى في زمن النبي. يبقى بقى من كبار الأغنياء. فاهم؟ يعني تخليه بدل ما هو راجل فقير تخليه ملياردير. فاهم؟ فجأة في خبطة واحدة. فاهم؟ فكانت المسألة مش سهلة. يلا يا سيدي. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها. أسودة يعني إيه؟ خيال ناس مسافرين من بعيد، فالإنسان من بعيد يبان إيه؟ سواد كده، يعني كأنه شبح كده معدي. أدي معنى أسودة، يعني شبح مجموعة من المسافرة. يلا يا سيدي. أراها محمدا وأصحابه. أراها يعني أظنها. أراها يعني أظنها. نعم. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة. يبقى خدعوا سراقة. يبقى ايه؟ خدعوا سراقة. قال له: لا ده مش هم، ده فلان، ده لسه مسافرين قدامي، وهو كذاب وكان لسه كافر بقى. فهمت ازاي؟ يبقى الاسلام يمنع من الكذب. فقالوا: لا لا ده مش هم. وقعد شوية كده لحد ما التاني اطمأن ان مش هم. سراقة جري عايز ياخد ايه؟ ياخد المكافأة. يلا يا سيدي. ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. الأكمة اللي هو لما يبقى ايه؟ جزء مرتفع من الرمل كده زي جبل صغير كده، فهو مخبي الفرس بتاعه ورا الأكمة دي. فهمت؟ يلا يا سيدي. وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. وخرج كمان من الباب الخلفي. كل ده ايه؟ حيطة، لأحسن الراجل اللي قال له أنا شفت أسودة يفتكروا إنه هيروح يجري وراهم، يقوم ايه؟ يسبقه التاني وياخد المكافأة بداله. شفت؟ مكرين مكر. يلا يا سيدي. فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فقررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام واستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره. اللي يكره إيه؟ يعني ما تضرهمش، لأنه هو اللي يحبه أنه هو يبلغ عنه وياخد الإيه؟ ياخد المكافأة. يستقسم الأزلام يعني يعمل قرعة. فهمت؟ لما لقى أن هو أصلا فارس ما يقعش من فرس، لكن سبحان الله يا أخي أول ما قرب لهم ايه؟ غاصت رجلين الفرس في الرمل ووقع على بوزه، فحس بقى ان الحكايه، فعمل يعمل ايه؟ يعمل القرعه. استمر فيما انا عليه ولا بلاش؟ تطلع القرعه تقول له بلاش، ما تعملش حاجه. واخد بالك؟ ادي الحكايه. يلا يا سيدي. فركبت فرسي وعصيت الازلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دليل أنه اقترب أول درجة بقى سامع النبي وبيقرأ القرآن. يلا يا سيدي.
حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكسم الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلم تكد تخرج يديها يعني أخرجت يديها بصعوبة فلم تكد فلم تكد تبقى مثبتة يعني أخرجت يديها لأن كاد منفية بغير عادة نفي فهمت إزاي فلما ينفي كاد يبقى بيثبت فهمت إزاي يبقى فلم تكد تخرج يديها يعني أخرجت يديها بصعوبة نفهم من كده بلغة العرب يعني إيه إنها أخرجت يديها بصعوبة يلا يا سيدي عشان كده القرآن ما يقول إيه لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا يعني لم تركن إليهم شيئا قليلا يبقى لقد كدت تركن إليهم يعني لم تركن إليهم ولو قليلا فهمت بقى يلا يا سيدي فلما استوت قائمة إذا بأثر يديها عسان ساطع في السماء مثل الدخان اللي هو الغبار بقى لما طلعت إليها من بتاع بقى غبار شديد يلا يا سيدي فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخي يرزآني يعني ينقصاني من مالي ما خدوش حتى الزاد اللي أنا عرضته عليه يبقى يرزقه يعني إيه ينقص ماله يعني يأخذ ما عرضه عليهم من طعام وزاد ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا يلا يا سيدي ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامر بن فهيرة اللي هو إيه اللي هو كان مين الراعي يبقى كان الراعي للسماء يلا يا سيدي قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالبيض يعني في طريق الهجرة قبل الزبير جاي من الشام من التجارة بتاعته فاداهم ايه كسوة جديدة اتكسوها وهم في طريقهم للهجرة فهمت ازاي قبله سيدنا الزبير ايه كان راجع وجايب معاه بضايع من الشام فالتقى بالنبي وهو رايح على المدينة فهمت وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم الحرة اللي هي ايه الحرة اللي هي المكان اللي هو في جنوب المدينة في جهة مكة فهمت ازاي ادي معنى المكان اللي هو ايه اللي جاي من مكة اللي جاي من الجنوب يعني يدخل المدينة من جهته فهم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاي من جهة الجنوب فيقفوا بقى في الحتة دي كل يوم يقفوا على الجبال يشوفوا هل قربوا يجوا ولا لسه ما قربوش فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم يعني حصن من حصونهم الإيه الأطم اللي هو إيه الحصن جمعه أطام يعني حصون تملي الحصون تبقى مرتفع فيبدو ان الراجل اليهودي ده واقف في الحصن بتاعه عالي فشاف فراح نادى على ايه على الانصار ان خلاص رسول الله ظهر هل هذا حظكم او جدكم يلا يا سيدي
فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مبيضين يعني عليهم الثياب اللي خدوها من مين؟ من الزبير. لبسوا ثياب جديد كده، جديدة بقى، واخد بالك ازاي؟ فبقوا باينين على طول وهم جايين. يلا يا سيدي. يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. حظكم، جدكم يعني حظكم، حظكم وشرفكم. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة. نعم. فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك اللي هي ناحية ايه؟ ناحية مسجد قباء دلوقتي. نزل بهم ناحية مسجد قباء الأول. ليه؟ علشان الناس اللي عايشين هناك في المنطقة دي كان في بينهم وبين بني النجار عداوة، فالنبي أراد إن أول نزول يصلح بينهم الأول. فهمت ازاي؟ فراح للجماعة دول علشان ايه؟ لما النبي يقعد مع دول يبقى التانيين هيضطروا ان يروحوا لأعدائهم، عشان النبي موجود، وطالما النبي موجود لابد ان هو يصطلحوا مع أعدائهم عشان يروحوا له. شفت بقى ايه الخطة النبوية الشريفة كيف يصلح ويؤلف بين القلوب صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. دليل ان النبي كان عارف ظروف اهل المدينه وانواع القبائل واسباب العداوه اللي بينهم، وعارف كمان الجغرافيا بتاع المدينه، يدخل يخش يمين ولا يخش شمال، ولا كل حاجه ايه دارسها دراسه واضحه. فهمت ازاي؟ دليل انك انت ما تسافرش ولا تعمل حاجه الا بعد تمحيص وتفكير وتدبير وتدبر، وتعرف احوال الناس واحوال البلاد، وكل الحاجات دي مهمه علشان تعرف انك انت ايه تكون سبب خير في هذه البلاد. يلا يا سيدي. فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول. فقام ابو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صامتا، فطفق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحيي أبا بكر. الناس جايين، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد بيستريح، وأبو بكر واقف علشان إيه؟ يقابل الوفود بالنيابة عن النبي. الناس ما تعرفش سيدنا رسول الله، فيفتكروا أبو بكر هو رسول الله يحيوه. فهمت؟ لحد ما الشمس جت على النبي، أبو بكر راح إيه؟ راح يظلل على النبي، فيا دوب عرفوا إن هو ده النبي. فهمت؟ يلا يا سيدي. سيدي، ألم يخطر في بالهم أن الرسول هو الرسول؟ ما هم بصوش، هم جايين من بعيد شايفين واحد واقف بيشاور لهم ويسلم عليهم وازيكم تعالوا، والرسول صلى الله عليه وسلم قاعد تحت النخلة. نعم. فهم؟ لحد ما انتبهوا، وكأن سيدنا أبو يعني يرحب الناس نيابة عن النبي، وسايب النبي يستريح. فهم؟ ما شاء الله. تشريفة، من باب التشريفة يعني. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب ليه ما ظللتوش الشمس؟ ممكن أيام ميسرة كانت بتظلله الغمام، يبقى معناه تظليل النبي بالغمامة ليس دائما. نفهم من كده. فهمت ازاي؟ احيان واحيان، احيان واحيان. هنا اراد الله سبحانه وتعالى ان الشمس تيجي عليه وما تظللوش عشان ابو بكر ينتبه فينتبه الناس. فهمت ازاي؟ يوم يتعرفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. فاقبل ابو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، هو مسجد قباء. وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. طول ما يمشي بقى الناقة كل واحد عايز ياخد ايه زمام الناقة ويسوقها على بيته. النبي يقول دعوها فإنها ايه مأمورة، لحد ما وصلت لمكان اللي هيبني فيه مسجد وبركت. بس مين بقى اللي كان ايه نبيه؟ ابو ايوب الانصاري خد متاع النبي وحطه في بيته من سكات كده. يبقى خد كل متاع النبي حطه في بيته وساب الناقه الماموره تمشي زي ما تمشي، بس هو ايه متاع النبي في بيته. فهمت ازاي؟ واتضح بقى ان البيت بتاع ابي ايوب الانصاري ده كان شاريه تبع ملك اليمن يمكن من مئات السنين، لما عرف من اليهود ان ده مهجر نبي فاشترى هذا البيت تبع وبناه وقال هذا المكان ينزل فيه النبي عندما يهاجر. فكأن النبي نزل على منزله، بس كان ساكنه ساعتها ابو ايوب، لكن ده مبني ليه للنبي من 200 سنه 300 سنه ايام ما كان تبع واخده، او 1000 سنه. شوف قد ايه بقى، يعني كانت المدينه دي معده للنبي من زمان. فهمت؟ فهو نزل بقى في بيت ابي ايوب الانصاري لان ده البيت ده مبني ليه. شفت ازاي؟ يلا يا سيدي. واسس المسجد الذي اسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالمدينه، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر اسعد بن زراره. مربد للتمر يعني منشر، مربد للتمر يعني يجي في حته ارض كده يحب يجيب التمر ينشره فيها علشان يتعرض للشمس ويقوم يجف، الرطب تجف تقوم تبقى تمر، يسموه مربد. مربد اللي هو منشر للرطب. فهمت؟ يلا يا سيدي. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين بركت به راحلته: هذا ان شاء الله المنزل. وبالفعل النبي بنى مسجده وحجراته الشريفه على حواف هذا المسجد. يبقى ده منزل النبي اللي بناه بعد كده. يلا يا سيدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، يعني يشتري منهم الارض بتاعتهم. فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا، وطبق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. نعم. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذا البيت. نعم. وهو في الحقيقة مش شعر، هو رجز من باب الرجز، والراجح أن الرجز ليس شعر، فالنبي ارتجزه يعني، لأن الله يقول إيه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني يحرم عليه أن يقوله. يبقى الشعر كان محرم على النبي، لولا ذلك لكان النبي أشعر العرب لأنه أفصح الخلق، لكن الله نزهه أن يقول الشعر حتى لا يظن الناس أن القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو من كلام الله. يلا يا سيدي. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب رضي الله تعالى عنه: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. راح لسيدنا ايه؟ عازب اللي هو ابو البراء. كويس؟ عازب ده كان بيبيع ما يوضع على ظهر الجمال، اللي يوضع على ظهر الجمل عشان تركب عليه اسمه الرحل، واللي يوضع على ظهر الفرس يسموه السرج. كويس؟ واللي يوضع على ظهر الحمار يسموه بردعة. يبقى عازب ده كان بيبيع ايه؟ بيبيع الرواحل دي. سيدنا أبو بكر رايح يشتري رحل من عنده ايه؟ عازب. فقام ايه عازب قال له ايه على ما البراء اللي هو ابنه يوضب لك الرحل، اقعد احكي لي حديث الهجره، اقعد ايه نتسلى وتحكي لي حديث الهجره. فهمت قصه الحديث؟ يلا يا سيدي. قال: ارتحلنا من مكه فاحيينا او سرينا ليلتنا ويومنا حتى اظهرنا وقام قائم الظهيره، فرميت ببصري هل ارى من ظل فاوي اليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا. يعني يريد الظل بتاعه الذي أرادوه من الصخرة إيه؟ أنهم يقعدوا في الظل شوي. يلا. فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه، فعرفته فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لبنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى. يعني كده بينظف إيده يعني بالتراب. يبقى هنا امروا الراعي انه يحلب لهم بالرغم ان الراعي لا يملك الغنم. ليه؟ لان كان في اذن عام في عصر النبي ان اي راعي بيرعى الغنم ويجي له واحد عطشان يحلب له من الغنم، في اذن عام كده، العرف، العرف بيعمل كده. فهمت ازاي؟ العرف ايام، يبقى المعروف عرفا كالمشروط شرط. يبقى معناه يحل لهم انهم ياخذوا هذا اللبن بغير اذن المالك. ليه؟ لان في عرف عام معروف بالاذن. فاهم؟ عشان ما حدش يجي يقول النبي ازاي يشرب لبن والراعي لا يملك الشياه وهو ما دفعش الثمن وكده شرب الحرام واكل الحرام ويعمل لنا موال. وهي مش كده، هي مش كده خالص، لان في عرف عام. فاهم؟ ما كانش لسه في كافيتريات ولا حاجات استراحات في الصحراء، فكان البني ادم لو عطش في الصحراء يموت. فما يقابل اي غنم بقى، واحد راعي غنم يحلب له شاي يشرب يقوم يتدب فيه الحياه، فكان العرف العام كده. فهم؟ يلا يا سيدي. فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله. يعني لما يبقى عنده إناء كده فيه مية وتضرب في الشمس تقوم إيه؟ يسخن، فيعمل يجيب خرقة يبلها مية ويحطها على الإناء، يوم الشمس لما تضرب تبخر الميه ويفضل الماء بارد. فهمت؟ طرق تبريد بدائيه يعني، ما كانش لسه عندهم بقى الحاجات اللي يحفظوا بيها الحاجات دي. فده بيبين لك سيدنا ابو بكر ازاي كان بيعد الشرب للنبي في الرحله صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي. فانطلقت به الى النبي. اللبن لما بيتحلب ينزل سخن شويه بدرجه حراره الشاه، والحراره بره سخنه، فسيدنا ابو بكر عايز يبرد اللبن للنبي شويه، فحط له شويه من الماء البارد على اللبن يقوم برده بيه عشان يبقى ايه ينعشه كده. فاهم؟ يبقى يجوز خلط الماء باللبن ان كان لاراده الشرب، اما لاراده البيع فيبقى حرام. واضح؟ يبقى خلط الماء باللبن لاراده البيع حرام لانه غش، انما لاراده الشرب يجوز. واضح؟ يلا يا شيخ. فانطلقت به
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوافقته قد استيقظ، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. شوف حتى رضيت دي تدل على أن من حب سيدنا أبي بكر للنبي أن النبي يشرب وسيدنا أبي بكر يرتوي من شدة حبه، زي الأم كده اللي هي شفوقة والأب الشفوق على أبنائه، تلاقيه قاعد يعد الأكل وهو لسه ما كلش، ولاده كلوا وشبوا يحس أنه شبع من شدة شفقته. فده يدلك على ارتباط سيدنا أبي بكر برسول الله وشدة حبه. يلا يا سيدي. فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله، قال بلى، فارتحلنا والقوم يطلبونا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. يبقى المعية صفة الله، ما قالش إن مع الله، المعية صفة الله وليست صفة العبد، ناخد بالنا كده. وهو معكم أينما كنتم، شوف وهو يعني الله معكم أينما، ما قالش وأنتم معي أينما كنتم. يبقى المعية صفة الله وليست، لأن الله ليس معه أحد. لما أقول ربنا معايا يبقى أثبت ولك وجود منفصل، فهمت إزاي؟ الله ليس معه شيء، الله كما كان، وكل شيء بالله وليس مع الله. فدي نقطة مهمة، يبقى المعية صفة الرب وليست صفة العبد. واضح؟ إن الله معنا، ما قالش أنا إحنا مع الله، لا ما قالش كده. شوف سيدنا موسى يقول لي كلا إن معي ربي، ما قالش أنا مع ربي، قال إن معي ربي، فالمعية صفة الرب. واضح؟ دي نقطة برضو مهمة ناخد بالنا منها. وعنه به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. نعم. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال ثم تابع الغلو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سقت؟ قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشاه. نعم، قرأنا هذا الحديث بس دي رواية البخاري في الحديث دلوقتي. قرأنا هذا الحديث برواية الإمام الترمذي صباحا اليوم، مش كده؟ وكنتوا حاضرين في باب المواساة، مواساة المسلمين بعضهم بعض، وقلنا أن المواساة مطلوبة وأن المسلم لا يقبل المواساة إلا إذا كان عاجزا، والأفضل إذا كان قادرا أن يعتذر ويعتمد على الله ويسعى، كما فعل سيدنا عبد الرحمن لم يقبل المواساة، قال له دلوني على السوق أنا قادر على الكسب، فهمت؟ وقلنا أن زنة نواة من ذهب يعني تعادل حوالي قيمة 5 دراهم أو ربع دينار، يعني جرام 1.6 من الذهب، عيار 21. يلا يا سيدي. وبإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيحه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم. وعنه به قال: وحدثني حجاج بن شاعر وأحمد بن سعيد ابن صخر واللفظ منهما قريب، قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا ثابت في رواية حجاج ابن يزيد أبو زيد الأحول قال: حدثنا عاصم عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفل وأبو أيوب في العل، يعني في الدور الأرضي قعد سيدنا رسول الله علشان بيجي له ضيوف كتير، وسيدنا يا أبي أيوب جلس في الايه في المكان العالي في الدور الأعلى يعني. اتفضل. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الأدب مقدم على الاتباع. النبي قال له: أنا أرفق بيا السفل، ما يجراش حاجة، خليك في العالي. قال له: بس أنا مش هتحمل إن أنا أبقى قاعد في مكان أعلى منك يا رسول الله، الأدب يمنعني. فهمت إزاي؟ فالنبي احترم أدبه وانتقل للعلو. يبقى برضو دي من ضمن الأدلة على أن الأدب يقدم على إيه؟ على الاتباع، وأن النبي يقر ذلك. زي قضية أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم القوم والرسول بينهم، بالرغم أن الرسول قال له إيه؟ استمر. عارفين القصة. وزي قضية سيدنا علي بن أبي طالب في صلح الحديبية لما قال له: أمحو رسول الله، قال: لا والله لا أمحوها أبدا، فمحاها النبي بيده. كل دي قضايا تدل على أن الأدب يقدمه الصحابة على الاتباع إذا كان فيه تنازل عن حق النبي. إذا كان أمر النبي متعلق بتنازل عن حقه، يقوم الصحابة ما يقولوش يتنازلوا عن حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده بيستدل به الشافعية على استحباب زيادة لفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد وفي الأذان وفي الإقامة. ليه؟ لأنه زيادة أدب. الاتباع بغير لفظ السيادة، لكن الأدب بإضافة لفظ السيادة. فاستدل الشافعية وبعض المالكية وقلة من الأحناف على استحباب زيادة لفظ سيدنا في الأذان والإقامة والتشهد، واخد بالك، في الصلاة يعني. يلا يا سيدي. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه. يبقى التبرك بأثار الصالحين كان منذ العهد الأول، والنبي كان يقر، كان يعمل الطعام ويخلي النبي يأكل الأول، بعد ما النبي يأكل يأكل هو ما بقي من طعام النبي، يتتبع أثر أصابع النبي يأكل مكانه. يلا يا سيدي. فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال، يعني كراهية إيه؟ طبيعية وليس شرعية. كراهية طبيعية وليست شرعية. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى،
يؤتى يعني بالوحي. فكان أكل الثوم يؤدي إلى خروج رائحة كريهة من فمه الشريف، والوحي الملك لا يحب الرائحة الكريهة، فكان النبي يتأدب مع الوحي. لكن هو في حد ذاته الصوم مباح، إلا أن يتأذن الآخر بالرائحة فعليك أن تراعي. عشان كده قالوا اللي أكل ثوم أو بصل أو كرات لإيه يتجنب الجماعة حتى لا يؤذي المسلمين. يلا يا سيدي. وبإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سننه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى هي المهاجر الهجرة المطلوبة هي أن تهجر المعاصي، كويس. ومن أهم هذه المعاصي أن أن تؤذي غيرك بلسانك ويدك، فعليك أن تكون مسلم حق. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تفضل يا سيدي. وبإسنادكم إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سننه، قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خوسيم قال حدثنا سعيد بن جبير وأبو طفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. نعم، دليل على أن حب الأوطان من الإيمان، حب الأوطان من الإيمان. فالنبي كان يحب البلد التي ولد فيها ونشأ فيها وتربى فيها، وأنه نصرة الدين تقدم على حب الوطن. يبقى النبي برغم حبه لمكة إلا أنه تركها نصرة لدينه. يبقى لو اجتمع الدين والوطن يبقى بها ونعمت. إذا خيرت بين أحدهما فاختر دينك. فهمت ازاي؟ زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. يا سيدي، وهل هذا يعني ان مكه احب الى رسول الله من المدينه؟ ما كانش لسه ساكن المدينه. لما راح المدينه قال اللهم حببها الينا كحبنا لمكه واشد. فحبوها بقى اشد بعد كده. ده قال الكلام لو لسه ما راحش المدينه. وخلى المدينه حرم. وخلى الثواب فيها اضعاف مكه. ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن النبي حيثما حل حل معه الشرف، وأنه لا يأخذ الشرف من المكان، بل المكان يأخذ الشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مكة مشرفة من قبل ولادة النبي، والمدينة ما كانتش مشرفة لما سكنها النبي. شرفت حتى أن بعض الإمام مالك كان يفضل المدينة على مكة ليه؟ بشرف الإيه؟ المكين، بشرف المكين الحال. حيثما حل النبي بقت الجنة. يعني مكة كلها ما فيهاش من الجنة إلا إيه؟ إلا الحجر الأسود. لكن تروح المدينة معظم المدينة من الجنة. وادي قعيقعان من الجنة، أحد من الجنة، مسجد النبي من الجنة، الروضة الشريفة من الجنة، كأن المدينة كلها من الجنة. فهمت إزاي؟ يبقى حيثما حل النبي تكون الجنة. اعرف دي كويس. يلا يا سيدي. وبإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام الحافظ الحجة القاضي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سننه، قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل، خطوها عند منتهى طرفها. يعني بتمشي بسرعة الضوء، خطوها عند منطرف طرفها، يعني آخر حاجة تشوفها تلاقي رجلها هناك، يعني معناها إيه؟ ماشية بسرعة الضوء، يعني كأن النبي بيعرف سرعة الضوء. سرعة الضوء إيه؟ إنك أنت حيثما نظرت وجدت نفسك هناك، فهمت؟ فأنت بتنظر بسرعة الضوء، فهمت؟ فالنبي عبر عنها بطريقة لطيفة مش معقدة زي ما بيعبر عنها علماء الفيزيكس، فهمت؟ لكن طريقة نبوية لطيفة. يلا يا سيدي. فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فزلت فقال: انزل فصل. ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصلي. فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء، حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام، اللي هو الموالي المقدس يطول، اللي هي سانت كاترين، يبقى معناها انها تزار، سنه جبرائيليه. سنه ايه؟ جبرائيليه. لان النبي قال للنبي انزل هنا صلي، والنبي صلى، فصارت سنه جبرائيليه نبويه شريفه ان تصلي في الاماكن الطاهره المكرمه. كويس؟ يلا يا سيدي. ثم قال انزل فصلي. فنزلت فصليت. فقال: اتدري ان اين صليت؟ صليت ببيت لحم، حيث ولد عيسى عليه السلام. نعم. ثم دخلت بيت المقدس، فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم. ثم صعد بي إلى السماء الدنيا. ثم صعد بي إلى السماء الدنيا، فإذا فيها آدم عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، فإذا فيها يوسف عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الرابعة، فإذا فيها هارون عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء الخامسة، فإذا فيها إدريس عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فإذا فيها موسى عليه السلام. ثم صعد بي إلى السماء السابعة، فإذا فيها إبراهيم عليه السلام. ثم صعد بي فوق سبع سماوات، فأتينا سدرة المنتهى، فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا. فقيل لي: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، فقم بها أنت وأمتك. فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت على موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني 10. ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع، فرجعت فخفف عني 10. ثم ردت إلى خمس صلوات. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنه فرض على بني إسرائيل 2، فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف، فقال: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة، فخمس بـ50، فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى سرا. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال: ارجع. فعرفت أنها من الله سرا، أي حتم، فلم أرجع. لا يبدل القول. لما قال له 50 يعني يقصر في الأجر، فهو فهمها سيدنا موسى في الأداء، لكن هو ما تبدلش القول على فكرة. لكن هو سيدنا موسى استزاد نظر إلى وجه النبي الذي رأى ربه، حيث أنه حرم رؤية الله وكان يتمناه، فأراد أن يرى من رأى،
ويستزيد منه. فأعطى الله سبحانه وتعالى كل مراده، أعطى للنبي مراده من كثرة التردد والرؤية، وأعطى لسيدنا موسى كثرة التردد والرؤية من رأى. ثم أكرم الأمة بأن بيّن أن الخمسين هي في الأجر وأنها خمس في الأداء، فلم يتغير القول من الأول. عشان كده قال ما يبدل القول لدي. فهمتي؟ يلا يا سيدي. وبإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني الربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سننه، قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عوف عن سمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بلفهن ويتغنين ويقول. جوار جمع جارية، جمع إيه؟ يعني بنات صغيرات. نحن جوار من بني نجار يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الله إني لأحبكن. والنبي لما يحب حد يبقى أحبه الله، وإذا أحب الله شيء أحد لا يعذب. خد بالك، يعني دول مبشرين بالجنة طالما النبي قال لهم أحبكم يبقى مش هتعذبوا، بشارة بالجنة. خد بالك ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فقالوا إيه؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو كنتوا أحبابي ما كنتش عذبتكم. فدل بمفهوم المخالفة أن من أحبه الله لا يعذبه، وأن الله لا يحب إلا من أحبه رسول الله، لأن النبي يحب بالله، بحب الله يحب. فهم؟ فدي برضو بشارة بالجنة لهؤلاء الجواري، وبشارة أيضا لكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم فازوا بهذا بهذه البشارة لأنه بيحب النبي وبيغنوا له، يبقى دي أيضا بشارة لكل من يغني للنبي مدحا. فهمت بقى؟ زي بشارة، يبقى النبي بيحب المدحين، وطالما النبي أحبهم يبقى ربنا أحبهم، وإذا أحبهم الله يبقوا إيه؟ لا يعذبوا من أهل الجنة. دي بشارة جميلة للمدحين. يلا يا سيدي. وبإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام المعمر أبي مروان عبيد الله ابن الإمام الكبير فقيه الأندلس أبي محمد يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي تلميذ إمام الأئمة وعالم المدينة الحافظ الحجة أبي عبد الله مالك بن أنس ابن مالك الأصبحي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال. يعني ده في الموطأ، يعني كأن احنا خلصنا بقى الكتب الستة ودخلنا في الموطأ. كان حقك جبت الدارمي بقى من حيث الترتيب، الترتيب يحط الدارمي بعد ابن ماجه، المحدثين كده يعني. لا ابدا، بعد كده ان شاء الله ترتب. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. كانت المدينة فيها وباء حمى، فأول ما راحوا المدينة جات لهم الحمى بتاعت يسرب، حمى يسرب اسمها وباء. قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مسطح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني كأنه بيقول الموت قريب خلاص هيموت من شدة إيه الحمى يعني. وكان بلال رضي الله تعالى عنه إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. اللي هو وادي مكة يعني، مشتاق يرجع مكة تاني لأنه إيه عي في المدينة يعني. وهل آردا يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شام يبدون لي وهل يبدون لي
وهل يغدو لي شامة وطفيل؟ أسماء الجبال المحيطة بمكة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الجحفة اللي عند أبيار علي دلوقتي. يلا يا سيدي. الجحفة يعني ايه؟ يعني ما تسكنهاش، خليها ممر. خليها ممر احسن. ها؟ اللي هي أبيار علي دلوقتي، اللي هي ميقات أهل المدينة. بإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام. طب وليه النبي ما قالش إيه ارفعها خالص؟ لأن النبي يرضى بقدر الله، وقدر الله إن يبقى فيه مرض وفيه عافية. قدر الله كده، فالنبي مع قدر الله. بس قال له يا رب انقل المرض جنبنا شوية. ما قالش ارفع المرض خالص. لأن هذا دعاء بما لا يريده الله. فهمت؟ لأن الله يريد أنه يبتلي العباد بالعافية وبالمرض، وأحيانا يثيب على الصبر على المرض أكثر من ثوابه على العمل الصالح. يبقى المرض في حد ذاته أحيانا يكون خير للإنسان من العافية. أنت وأنت في العافية ممكن تأذي الناس، لكن في المرض الناس الحمد لله ضمنت عدم الأذية منك. صح؟ يعني المرض برضو نعمة. يلا يا سيدي. ومن عبادي من لا يصلحه الا المرض، فان عافيته افسدته. يلا يا سيدي. وبإسنادكم المتصل الى سيدنا الامام المحدث العالم مسلم ببغداد ابي بكر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي راوي ابي عبد الرحمن عبد الله بن الامام الحافظ الحجه احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله ده اللي هو ابن الامام احمد. حدثني ابي يعني الامام احمد بن حنبل. يلا يا سيدي. قال حدثنا معمر قال واخبرني عثمان الجزري ان مقسما مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قال يثبتوك يعني ايه؟ يعني يحبسوك. يثبتوك يعني يحبسوك، يقيدوك حبسا. قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه عليه السلام على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الليلة. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل فمروا في الغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث به 3 ليال. نعم. وبإسنادكم المتصل إلى سيدنا الإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسنده. ده بقى هتروح جايبه بعد ابن ماجه في الطبعة اللي جاية. يلا يلا. أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي صالح قال قال كعب: نجد مكتوبا محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر،
وأمته الحمادون يكبرون الله على كل نجد ويحمدونه في كل منزلة، يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء، صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطابة وملكه بالشام. ده دي خبر النبي فين؟ في التوراة، عشان تعرف ان اهل التوراة يعرفوا النبي اشد ما يعرفوا ابنائهم صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. سيدنا عبد الله بن سلام قال والله يعرفه اكثر من ابني. يلا يا سيدي. وعنه به قال اخبرنا الحكم بن نافع عن حليز بن عثمان عن ابن ابي عوف وهو عبد الرحمن عن ابي هند البجلي وكان من السلف قال تذاكروا الهجرة عند معاوية رضي الله تعالى عنه وهو على سريره، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ثلاثة، وقال بل ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لا تنقطع الهجرة أي من أجل الفرار في الأرض بدينك حيثما منعت من أن تعبد الله عليك أن تفر من هذه الأرض. في أي مكان منعت فيه عن عبادة الله عليك أن تترك هذه الأرض، ما قالكش احرقها ولا فجرها ولا اقتل الناس اللي فيها، لا، أرض الله واسعة، فهمت ازاي؟ لكن ما تأذيش حد ولا تخرب حاجة، ما قالش يخرب، فهمت بقى ازاي؟ قال لك ايه؟ حيثما منعت من عبادة ربك في مكان فعليك ان تهاجر منه، وارض الله واسعة، وتظل على هذا الامر الى ان تطلع الشمس ايه؟ من حتى تنقطع التوبة. يعني ايه علامة انقطاع التوبة؟ ايه؟ اما ان تصل الروح الى الحلقوم الغرغرة، او ان تطلع الشمس من مغربها. يبقى في علامة عامة وعلامة خاصة لكل انسان. الخاصة بكل انسان ما لم تغرغر، يعني قبل ما توصل الروح للحنجرة هنا الغرغرة يعني في الحنجرة لك أن تتوب. طيب دي حاجة إيه خاصة بكل إنسان، لكن في علامة عامة بقى لكل أهل الأرض، وهي أن تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وهذا يكون إيه بعد نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وبعد أن يتوفى سيدنا عيسى ويدفن في المقصورة الشريفة بجوار النبي. سيدنا عيسى هينزل وعد 40 سنة لسه، يعني لما ينزل حوالي 40 سنة، يتوفى عنده 73 سنة لسه هينزل ويتجوز ونفرح بيه، فهمت؟ وهيعيش فترة طويلة، وبعدين بعد كده المسلمين يصلوا عليه ويكفنوه ويغسلوه ويدفنوه جنب النبي هناك في السهوة الشرقية، ده سيدنا عيسى، ويعيشوا المسلمين بعد كده مع الكفار فترة من الزمان لحد ما يجي يوم من الأيام المسلمين طالعين من صلاة إيه الصبح في مسجد الأشراف، طالعين بعد الشروق وقروا بقى إيه السنن، يبص لقوا الشمس طالعة من المغرب، إيه ده؟ ده مش طالع زي ما إحنا متوقعين من الشرق، فاهم؟ يقوموا يعرفوا على طول إن كده إيه باب التوبة أغلق. يعني معناه إيه؟ يعني اللي يدخل في الإسلام في ضحى هذا اليوم مش هيقبل منه، خلاص هيفضل الكافر كافر والمسلم بقى يقعد مسلم. وفي ضحى هذا اليوم بقى تطلع الدابة تميز بقى، في ايدها عصا سيدنا موسى وفي الايد التانية خاتم سيدنا سليمان، تيجي عند المؤمن تروح ايه حط على جبهته خاتم سليمان انه مؤمن، وتيجي عند الكافر تروح ضربه بعصا سيدنا موسى تترك عليه علامة في جبهته انه كافر. وبعد كده يعيش الناس سنوات طويلة، المؤمن والكافر قاعدين بيتعاملوا مع بعض في التجارة ويسافروا مع بعض ويروحوا وييجوا، والمؤمن يقال له يا مؤمن والكافر يقال له يا كافر، لحد ما يجي يوم ربنا يبعث ريح خفيفة تقبض روح كل مؤمن، فلا يبقى على الأرض إلا إيه إلا الكفار، وكمان ينزع
القرآن من الصحف، يفتحوا المصاحف اللي هو بيضة فيهاش حروف، وبعدين يجي واحد اسمه ذي السواكتين الحبشي يروح على مكة يهدم الكعبة وياخد كنز الكعبة الذهب اللي فيه. خلاص ما هو المسلمين مش ماتوا، خلاص المسلمين، يبقى الكعبة مين هيعمرها؟ مين هيطوف في حواليها؟ مفيش. يوم ربنا يمكن ذي السواكتين يهدمها، ويظل على الأرض كفار يتهرجون تهرج الحمر، يعيشوا فترة من الزمان تخرج تطلع عليهم القيامة. دول بقى هم دول اللي هي تقوم القيامة عليهم. عشان كده القيامة ما تقومش على إيه؟ على مؤمن. سيدي قبل عشان تطلع من المغرب، هل يكون الليل قبلها طويلة أم طويلة؟ ما أعرفش، لما نعيش الأيام دي نقول لك، لأن مثل هذه الأحاديث تفسيرها وواقعها تترك الزمان هو اللي يفسرها. لكن إحنا نقدر نقول إن الشمس في يوم من الأيام هتطلع من المغرب. طب قبل كده هيحصل تغيير كوني، تغيير في حركة الأرض، تغيير في حركة الشمس، الله أعلم. النواحي الفلكية دي بقى والأرصاد والحاجات دي، دي شغل بقى العلماء بتوع الفلك. لكن احنا لينا ان هي في يوم من الأيام هتطلع الشمس من المغرب، تغرب في المغرب وتطلع من نفس ما طلعت، من نفس ما غربت. وبقية الأيام على فكرة ترجع تتعدل تاني، ترجع ايه؟ تتعدل تاني. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل قول يا سيدي المخاتمة. تم بحمد الله. قال تم بحمد الله وتوفيقه، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيد الوجود الذي بذكره تم المقصود، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، والحمد لله الكريم رب العرش العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم انفعنا بما قرأنا، وانفعنا بأنوار ديننا وأنوار نبينا، وخلقنا بأخلاقه يا رب العالمين، واجعلنا ممن يهجر معاصيك إلى أن تتوفانا على أكمل حال من الإسلام والإيمان والإحسان يا رب العالمين. واحفظ ذلك فينا وفي آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وأقربائنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، مستشفعين بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم، متوسلين به إليك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أفعال مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خير. استاذن